السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في احسن جيمنج. منورني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد يا جماعه، فيديو قلع التيشيرت. ازاي تقلع التيشيرت بعد ما تجيب جول في صاحبك او في الكمبيوتر عامه؟ هنقول ايه القاعدتين المهمين عشان تقلع التيشيرت اصلا في الاحتفالات. بس قبل ما ابدا في اي كلام بقى خالص، كلنا طالبه منك لايك على الفيديو وكومنت عشان خاطر القناه واقعه خالص في الريتش، عايزين نعليه بقى ان شاء الله، عشان كنت مبطل بقالي شهرين وانتوا عارفين، فعايزين نرفع الريتش بلايكاتكم والكومنتات على الفيديو سواء حلو او لا. وهنبدا الشرح دلوقتي. طبعا قبل ما نروح على الشاشه، كل اللي انا عايزه منك ان انت تعرف حاجه مهمه. مش كل اللعيبه بتقلع التيشيرت، يعني لعيبه معينه تقلع التيشيرتات اكتر ناس فيهم، نيمار وكريستيانو رونالدو دول اكتر ناس تقلع التيشيرت. عشان خاطر نخش نطبق الكلام ده دلوقتي، اوعى تكون نسيت اللايك بتاع اخوك وكومنت على الفيديو دلوقتي. يلا بينا بقى. طيب يا جماعه، دلوقتي دخلنا بقى على الشرح على طول وعلى الشاشه عشان خاطر نقول للناس ايه اللي بيحصل جوه والطريقه بتحصل ازاي. طبعا قلنا اول حاجه وهي اهم حاجه ان مش كل اللعيبه بتقلع التيشيرت. طب بتفرق من لاعب للاعب في طريقه قلع التيشيرت؟ لا، كلها بتحصل بطريقه واحده بس، بقيه الاحتفالات هي اللي بتبقى بطرق تانية. طيب هنحاول نجيب الجون دلوقتي بنيمار. زي ما اتفقنا اكتر ناس بتعملها هم نيمار وكريستيانو، بس تقريبا كل الناس اللي بتطلبها مني بتطلبها عشان نيمار، عايزين يقلعوا التيشيرت بنيمار. فهنقول دلوقتي الطريقه. بس قبل ما نبدا بقى، زي ما اتفقنا لو كنت نسيت اللي انا قلت لك عليه، ما تنساش اللايك لاخوك عشان القناه الريتش بتاعها بايظ خالص بقاله فتره، عايزين نعليه زي ما كان، عايزين اللايك وكومنت على الفيديو لو عجبك او لا. يلا بينا بقى نشوف ايه اللي هيحصل. طيب يا جماعه، رايحين دلوقتي بقى نجيب جون بنيمار ونشوف ايه اللي هيحصل. جت في العارضه للاسف. جيب جول بنيمار يا جماعه الاول، اهو وادي الهدف. كل انت بتعمله بتجري في الملعب عادي بالاسهم، ومره واحده بتدوس على الار 3 بيبتدي يقلع التيشيرت زي ما انت شايف. موضوع سهل جدا جدا زي ما انت شفت على الشاشه. اول ما بتجيب الجون بتتحرك بالاسهم او الانالوج او البوصله حسب ما بتلعب، بتتحرك في اي مكان في الملعب عادي، مش شرط نص الملعب خالص، لا بتجري على اي مكان من الاطراف برده. كل اللي انت بتعمله مره واحده بتروح تايس على الار 3 اللي هو الانالوج اللي على اليمين، مره واحده بتلاقيه هو قلع التيشيرت وبتسيبه بقى يحتفل مع صحابه. وده بيبقى احتفال بسيط جدا، بس الناس كلها طلبته مني. انا كنت نزلته قبل كده في شرح قبل كده في فيديو الاحتفالات كامل، بس كانت الناس برده بتطلبه مني، فتقريبا ما كانوش يعرفوا ان انا نزلته مع الاحتفالات. فهو دلوقتي نزل لوحده اهو. كل اللي انا بقى طالبه منك ان انت تعمل لي دلوقتي لايك على الفيديو وتعليق ان الفيديو عجبك، فادك ما فادكش، وكمان لو عايزين تتكلموا في اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليها وهنزل لها فيديو قريب جدا. بس كده، شكرا، سلام عليكم.